غادي نمشيو لثاني اقتراح واللي هو فلون مناسب للسحور. انكم توجدوا على تيساع هكا للسحور ان شاء الله. فغادي نحتاجوا في المقادير كاس ديال السنيده باش نذوبوها كراميل، اطر ديال الحليب، جوج ديال البيضات كبار، ثلاثه ديال الساشيات ديال الفلون فاني يكونوا صغار ديال جوج دراهم. هادو هما المقادير ديال الفلون. قلنا غادي نحتاجوا كاس ديال السنيده، كاس العلبه السنيده، اطر ديال الحليب، جوج ديال البيضات يكونوا كبار في الحجم ديالهم، ثلاثه ديال الفلون فاني يكونوا صغار غير ديال جوج دراهم الواحد، يعني داك اوكي خرجنا كميه مزيانه. هادو هما المقادير. فاول حاجه غادي ناخذو باش نوجدو الفلون، غادي نمشيو نصايبو الكراميل. غادي ناخذو داك كاس ديال السنيده وغادي نديرو في المقله باش يذوب لينا باش يولي كراميل، ومن بعد هو مازال دايب غادي نخويو على اي مول بغينا. كاينه واحد الطريقه اللي كتجينا ساهله هو انه ناخذ داك المول ديال الكيك، سواء طويل اولا دائري اولا مربع، الشكل اللي بغينا. القالب ديال الكيك العادي اللي كندخلوه للفران غادي نرشو نديرو نخويو فيه هذاك كاس ديال السنيده، وغادي نديرو فوق البوطه، غير هو ما نحطوش هذاك المول على البوطه مباشره، غادي نشعلو العافيه ديال البوطه وغادي نبقاو هازينو بيدينا، نبقاو هازينو بيدينا ونبقاو نحركو هذاك المول هكا غير بيدينا بلا معلقه بلا والو حتى تذوب لينا السنيده. هذه كتجينا ساهله، ما يحتاج اننا نديرو في المقله وحتى تذوب لينا السنيده وعاد نخوي مباشره، يعني نخدمو بالمول مباشره. قلنا داك المول ديال الكيك سواء مستطيل ولا طويل ولا مربع، الشكل اللي عندنا نخويو عليه، نخويو في داك كاس ديال السنيده، كاس العنبه ديال السنيده، نشعلو العافيه يعني البوطه، نشعلو البوطه وما نحطوش هذاك المول لانه غيتخسر لينا، ما نحطوش المول على العافيه مباشره عندك العين ديال العافيه، لا غادي غير نشعلو عليها العافيه ونبقاو هازينو، نبقاو هازين هذاك المول بين يدينا ونبقاو نخليو غير هذيك يعني ديك الصه ديال السخونيه هو اللي يشد لينا، هو اللي يذوب لينا ديك السنيده بلا ما نحطو داك المول فوق العين ديال البوطه. غادي نبقاو يعني كنحركو هذاك المول غير بيدينا بجوج، وحنا قاطين داك المول كنبقاو نحركو بحال كيف كنديرو في المقلم اللي كنشدو من اليد ديالها وكنبقاو نحركو باش هذاك الكخيب اولا داك البغرير يدور على الدوره نفس الطريقه، ما نحركو ما والو، غير نبقاو قابطين هذاك المول بيدينا وحنايا مقربين العافيه ولكن ما وصلاش المول، غير داك الصه ديالها هو اللي غيدوب لينا السنيده بسهوله، كدوب هذيك السنيده وكنحصلو على كراميل اللي مباشره في المول. ديك الساعه غادي نمشيو باش نوجدو الفلون، غادي ناخدو كاسرونه غادي نديرو فيها اطر ديال الحليب مع 8 حتى 10 المعالق كبار ديال السكر السنيده، مع جوج بيضات يكونوا كبار في الحجم ديالهم، وغادي نديروا ثلاثه ديال الفلون فاني ديال جوج دراهم. غادي نبقاو نخلطوا فوق عافيه مهيله وحنا كنحركوا حتى كيغلى لنا الخليط، ومباشره كنصبوه في هذاك المول ديال الكيك اللي فيه الكراميل وكندخلوه للثلاجه حتى كيبرد. ودائما اي حاجه درناها سخونه سواء المهلبيه او الفلون هو مازال سخون نخليه فوق البوطاجير غير تيدفى شويه وعاد ندخلو الثلاجه، ما ندخلوش مباشره من السخون البارد في الثلاجه لانه داك كيضر بالصحه، من الاحسن نخليه فوق البوطاجير حتى يبرد سواء ماكله او اي حاجه، نخليه تدفى شويه وعاد ندخلوها يعني للثلاجه باش تبرد. فكيف قلنا غير نذوبو سنيده في يعني تولي كراميل ونمشيو نصيبو الفلون، ناخذو مثلا كاسرونه تكون متوسطه اولا طنجره ونديرو فيها اطر ديال الحليب مع 10 المعالق كبار ديال السنيده، ممكن تنقصوا سنيده على حسب الذوق، مع جوج بيضات كبار، مع ثلاثه ديال الفلون فاني ديال جوج دراهم، دوك الصغار ديال جوج دراهم، وكنبقاو نحركو غير بالطراب اليدوي باش يتخلطوا لينا هاد المقادير، وديك الساعه نديرو فوق العافيه ونبداو نحركو حتى كيغلي لنا داك الخليط يعني ديال اللي درنا ديال الفلون، مباشره تيكون عندنا واجد، وكنديروه فوق كنصبو هذاك الخليط ديال الفلون، كنصبوه فوق هذاك الكراميل اللي ديال السنيده اللي ذوبنا في المول، ونخليو قلنا فوق البوطاجير تيدفى. وندخلوا للثلاجه تقريبا كيقبط الوقت ساعتين ثلاثه ديال الساعات كيبرد لينا، وملي كنبغيو نقدموه يعني كتحليه اولا ديسير كناخذوا طبق التقديم، وعلى حسب الدوره درنا مول دائري راه غناخذوا طبق دائري اولا مول مستطيل نديروا تفصيل يكون مستطيل يكون طويل، وكنقلبوه باش هذاك الكراميل كيسيح من جناب وكيجي داك الفلون يعني زوين يعني من المبردات اللي كتنفعنا في رمضان. ممكن انكم ترشوا اي نوع المكسرات، عندكم شويه ديال اللوز اولا اي مكسرات من الفوق هكا اللوز اولا كاوكاو محمر ومهرمش نرشوه من الفوق فكيجي لذيذ بزاف.
فنتمنى تكون تجربوا هاد الاقتراحات بجوج، لا سواء عصير ليمون ولا هاد الفلون المناسب للسحور، وكيخرج كميه معقوله وكيكون يعني هكا شكل فلون عائلي. بما انه حنا غادي نديروا يعني المول ديال الكيك، فغادي يجينا فلون للسحور يكون عائلي وبصحه وراحه.